معكم نائمة أقرا، رئيسة جمعية الرأفة للمرأة والطفل والشباب حي بوعرورو. العمل الجمعوي أنا كنت كنديرو قبل. الجمعية ديالي تأسست في 2015، ومني تأسست هذه الجمعية وأنا كنت قاتل معاها، وكندير بزاف الأنشطة، درت عدة أنشطة. الأهداف شنو عندي في القانون الأساسي؟ ما يهم المرأة والطفل، جميع احتياجات المرأة والطفل، اي حاجه. ولكن غير حنا كنخدموا شويه بشويه، لحقاش ما نقدرش، حيت الجمعيه ديالي من 2015 ما عندي لا دعم طرف في الدوله ولا والو، من حيت كنبغي ندير هكا شي نشاط. عندنا الدراري اللي مبليين يعني بغاو يلعبوا الكره محرومين من الملاعب. عندنا الفتيات يمشيو لدار الام ولا يمشيو للسوسيو ترباوي ولا، حيت الحال بعيده عليهم، حيت الوالدين ديالهم كيخافوا. تقريبا مني بدينا كل شيء اكراهات، ولكن كنتحداو هذاك الاكراهات. راه الفاعل الجمعوي حيت الانسان اللي كيدير العمل الجمعوي راه دائما عنده الاراده، دائما عنده العزيمه، دائما عنده الامل، كيقول غادي معليش غادي نطيح ونوض، غادي نتكرفس ماشي مشكل. يعني علاش؟ واخا قلتي ما غاديش نخدم، واخا قلتي ولا جا عندك شي واحد من العائله ولا ولد يقول لك، ولكن ملي كتخرج كدير الدوره في الحي ديالك كتلقى كيخصك بالسيف عليك تخدم، كتلقى الدراري محتاجين. مثلا غير الكره كنلقاهم كيلعبوا في الطريق ديال الطوموبيل في بلاصه الطوبيسات، كيلعبوا في شي بلايص. انا ملي كنقول لهم علاش كتلعبوا، كيقول لك ما عندناش فين نلعبوا. اخالتي نعيمه، كانوا هنايا عندنا هنايا ابطال، يعني ماشي كيلعبوا الكره مزيان، يعني ديجا لعبوا مع في شي بلايص اخرين يعني، وهما مساكين باش يعني يلعبوا في الملاعب اللي دارت هنا مارتيكا. يعني ما نساوش مارتيكا دارت شي حوايج مزيانين تبارك الله، دارت الطرقان، صوبت الواد، صوبت لنا يعني، دارت الكورنيش، دارت بزاف د الحوايج. ولكن يعني خصها تفكر في هاد الشباب، وخص حيت هاد الشباب هما تزادوا هنا في هاد الحي. كاين الدراري اللي كانوا، كاين الوليدات اللي كانوا كيمشيو للشبيبه، كيمشيو لشي جمعيه اخرى كيلعبوا، كاين، ولكن هما كيعياو ما يقدروش يمشيو. ولكن دابا مارتشيكا شنو، كيف قلت لك دارت الحوايج مزيانين، ولكن هذوك الملاعب ملاعب القرب، الدراري مساكين كانوا انا جاني يلاه ما كانش عندي الخبر، ما كنتش عارفه هذا الشيء معايا، انا ما كنتش هنا في المغرب شحال هادي. وكيديروا مساكين بيناتهم كيجمعوا 1000 فرنك لواحد مثلا، يعني 10 بهم كيجمعوا 100 درهم وكيمشيو يلعبوا ساعه واحده وصافي. انا حيت جاوا عندي ودقوا عليا وقالوا لي كيف، قلت لهم اولادي انا راه الجمعيه ديالي ما عندهاش الدعم طرف الدوله، ولكن انا غادي ندق البيبان، غادي نعاونكم. دابا باش بديت ان شاء الله معاهم، رانا انا دابا اليوم حنا خدامين على الرياضه، خدامين مع هاد الشباب، راه عندي وصل لي 100 منخرط بين البنات والوليدات، كلهم يعني عندهم الموهبه، باغيين يلعبوا، شي باغي يلعب الكره، شي باغي يدير، وخصوصا هذوك اللي انقطعوا على الدراسه باغيين التكوين، يعني كل شيء راني سجلتهم في الدفتر ديالي، غادي ينخرطوا ان شاء الله وغادي نتبعوا معاهم. ولكن قال لك يد وحده ما تصفق، راه ما تقدرش، راه الا ما كانت شي التفاته من طرف الدوله والمسؤولين يشوفوا يعني في هاد الشباب مساكن فين غيمشيو، راه ما عندهمش فين يمشيو، راهما تزادوا هنا في بوعرورو وترباو هنا، راه ضروري خصهم الملعب القرب. انا دابا الحاجه اللي درت معاهم حتى هما عاونوني، انا باقي ما شفتش المدير دمارتيكا وديك الشيء، ما شفت حتى واحد من المسؤولين، ولكن السيد اللي خلاو مسؤول انا يعني نقصوا لهم النص، فعوت ما كانوا كيلعبوا 10 بهم ب 100 درهم، قال لك يبقاو يلعبوا غير ب 50 درهم، وانا هاد 5 السيمانات راه خلصتها البارح، راه شاف عندي العضو ياسين، راه عضو معايا، مشى معايا، انا ما قطعتش الياس، وانا عمرني ما غادي نقطع الياس، انا باقي عندي الامل في المسؤولين ديالنا ان شاء الله يعاونونا، سواء مدير مارتيكا ولا الباشا ولا العامل ديالنا ولا القايد. انا سمعت عليهم هادو اللي تبدلوا جدا، سمعت عليهم بزاف الهضره مزيانه، كاين مزيانين كيعاونوا، يمكن هما غير ما عارفينش هذا الشيء شنو واقع هنا. يعني انا كنبلغ لهم هذه الرساله باش يعاونوا هاد الشباب وهاد الشابات، هادو راه غيكونوا ابطال في المستقبل، هادو راه غادي يحملوا رايه المغرب، علاش حنا نحرموهم؟
علاش ما نعاونوهمش؟ انا ما كرهتش، انا كنقول له انا ما كرهتش، انا ملي بديت العمل الجمعوي درت عده انشطه، منهم الختان الجماعي، منهم حملات طبيه، منهم مشيت حمايه الطفوله، منهم دار العجازه، وبلا الحوايج اللي كندير في السر ما كنبينهمش، مثلا المرضى العيال التي كانوا مرضين بالسرطان كنديهم الوجده، كندخل مع جمعيات داء السرطان، درت بزاف الحوايج ما كنتش كنبينهم يعني في الحقيقه. معلوم انا شنو عاد انا ما قدرتش نخدم كل شيء شنو عندي في القانون الاساسي. يالله الاهداف اللي عندي كان درت منهم شي خمسه ولا اربعه ديال الحوايج يعني باقي عندي، يعني الجمعيه ديالنا عندها بزاف الاهداف، وانا ان شاء الله كنتمنى مستقبلا انا بغيت هاد الجمعيه ترجع شي حاجه مؤسسه تزيد القدام الى عاونونا المسؤولين، حتى انا العائله ديالي الاصدقاء ديالي، راه اصلا شكون كيدعمني دابا غير العائله والاصدقاء؟ عمرني ما زدت شي فرنك. هو اصلا انا كنت فتحت الحساب في 2016 وداك الحساب تسد، كان شي معروف، هذا الشيء راه قلته بزاف للمسؤولين ديالنا عارفين، تسد الراس وما عندي حتى الحساب، اليوم ما عنديش فعال، باقي ما فتحتش الحساب، وسميتو كاع الانشطه اللي كندير خصني ندبر، انا يبان لي شي نشاط خصني نعيط للاصدقاء ديالي والعائله ديالي، خصني نقول لهم راه خصني المعاونه. عرفت انا نزلت الملف ديالي، فقال لنا السيد اللي مسؤول على الجمعيات في المجلس البلدي، مشيت انا والكاتبه العامه ومشيت ونزلت، قال لي جيبي لي هذا، شديت كل شيء، درت التقرير المالي، التقرير الادبي، درت اي حاجه. الرساله اللي كنوجهها للمسؤولين يشوفوا في هذا الشباب، يشوفوا في الشباب، راه عندنا 100 دابا، راه باقي عندي 100 مسجلين هنا، راه 100 واحد بين البنات والولاد، ومساكن كيقول باغيين غير يعني يفجروا الهوايات ديالهم الموهبه. راه عندنا هنا ابطال كيلعبوا مزيان، وعندنا الفتيات انقطعوا على الدراسه، وعندنا المطلقات، نسبه المطلقات اللي وصغارين شابات ومطلقات، وعندنا الارامل اللي ماتوا لهم الازواج ديالهم، يعني جميع يعني المشاكل الحاله صعيبه في بوعرورو. وهذا الشيء اللي بغيت يعني نبلغ المسؤولين، انا عندي الثقه في الله، عندي الثقه الاول، عندي الثقه في الله وفي الثقه في راسي شنو كندير، انا مامنه بهاد الاعمال اللي كندير، والثقه في المسؤولين، انا عارفه ما غاديش الا شافوا هاد الشيء ما غاديش يقدروا يسمحوا فينا، انا عارفه، انا كنقول يمكن ما عارفين والو، ما عارفين، حتى واحد ما عمر، حتى هما ساكتين ما كيهضروش، الساكنه دبوعرورو حتى هما مساكين كيمشيو غير الطرف ما كيهضروش، ما كيقولوا والو مساكين. واليوم كنتمنى هذه الرساله توصل للمسؤولين ديالنا ان شاء الله، وكلهم المحسنين واللي الله يعني اللي عندهم اللي بغاو يشوفوا في هذا، وحنا اللي بغى يجي مرحبا، واللي بغى يشوف هاد الوليدات يشوفهم، اللي بغى يجي للحي ديالنا يجي مرحبا. انا كننزل كل شيء يعني كل شيء امام الامر الواقع، ما عندي حتى حاجه مخبعه، اي واحد كيجي عندي هنا كنقول له ها شنو كدير، مشيت عند النائب ديال رئيس مجلس البلدي لقيتو ما مساليش، قال لي واه راه غادي نقولوا لك فوقاش تجيبي الملف، وكباقي ما كاين والو، يعني ما تقدرش. دابا انا ما قدرتش نسمح في هاد الوليدات، انا شنو ندير بقيت كنفكر مع راسي، ما خصني نخلص مرتي، قال لك نقصوا لك ولا كنتخلصي، نقصوا لي فعلا، نقصوا لي النص، واش الله يجازيهم بخير، ولكن حنا بغينا اكثر، بغينا علاش ما يتعفاوش هاد الوليدات فما لعيب القرب، هاد الوليدات علاش ما يتعفاوش من الخلاص ولا لا، يتعفاو ويبقاو يلعبوا غير خطره في السيمانه، بارك عليهم يعني. ايوا والحمد لله، هما هاد الوليدات راهم رزق ديالهم في يد الله، واللي بغى يعاونهم بشي حاجه، وخصوصا بغيت المسؤولين يوقفوا على هاد المشكله ديال بوعرورو.